غادر صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة البلاد ظهر اليوم بعد زيارة التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وكان في مقدمة مودعي سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، كما كان في الوداع الشيخة نيلة بنت حمد بن إبراهيم آل خليفة ومحافظ محافظة المحرق وعدد من المودعين.